An-Naml dimulai dari ayat 50 pada halaman 300. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من
صدق الله.